أحبكم جدا يا صديقاتي، وآسفة جدا لما قلته، وأعدكم أن أتوقف عن نوبات الغضب. والآن ما رأيك؟ هل التسامح مجرد شعارات؟ ولا يستحق أن نتراجع؟ أختي حبيبتي، آسفة جدا، أرجوك لا تغضبي مني، أخبريني فقط ماذا أفعل لتسامحيني؟ أوه غريبة جدا، أول مرة تعتذري لي وتطلبي أن أسامحك؟ نعم، لقد فهمت معنى التسامح وتذكرت أنك سامحتي كثيرا، وأننا يجب أن لا نستغل الشخص المتسامح. لا تستغلي الشخص المتسامح؟ ماذا تقصدين؟ أقصد أنه يجب أن لا نكرر نفس الأخطاء التي سامحنا عليها ونقدر أنه سامحنا. أعرف أنني كررت ما فعلته كثيرا، ولكنني أعدك أن لا أكرر هذا مرة أخرى. أوه سامحتك بالطبع. أوه ما أجمل هذا الشعور، أشعر بالسعادة الشديدة. الآن عرفت لماذا المسامح طيب، المسامح سعيد، المسامح يستحق التكريم. ما أجمل.